لا يخفى على أحد بأن القيادة العليا للمديرية العامة للأمن الوطني وعلى رأسها السيد اللواء تولي أهمية كبيرة لهذه الفئة من المسافرين وهم حجاجنا الميامين، بحيث في كل سنة نحاول أن نحسن أكثر لتقديم أحسن الخدمات ونقدم كل التسهيلات لحجاجنا الميامين، بحيث أن هذه السنة الفرقة الثانية لشرطة الحدود الجوية لمطار هواري بومدين قد سخرت جميع الإمكانيات البشرية والمادية والتقنية، كلها تصب من أجل تقديم أحسن الخدمات والتسهيلات. فعلى سبيل المثال هناك تشكيل أمني بالخارج مهمته هو تنظيم الوافدين لاستقبال حجاجنا الميامين. أيضا من بين الإجراءات التي اتخذت هذه السنة أيضا هي أن الحجاج عند وصولهم إلى مطار هواري بومدين يمرون مباشرة إلى قاعة الانتظار، أي بدون إجراءات شرطية. تتوالى تباعا الرحلات التي تأتي إلى أرض الوطن، هنالك 100 رحلة مبرمجة على مستوى كل مطارات الإقلاع بالجزائر، يعني بوهران، بقسنطينة، بعنابة، بورقلة وبوادي سوف كذلك. يعني تبتدئ أول رحلة كما قلت اليوم وتنتهي آخر رحلة يوم 6 أكتوبر إن شاء الله.